نحن نشاهد الآن هذه المشاهد المباشرة من داخل كنيسة ويستمنستر آبي، ويقومون بحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية من الكنيسة في لندن باتجاه مثواها الأخير. نعم، تفضل يا مصطفى. يعني المراسم الرسمية ستنتهي تقريبا في حدود الساعة الرابعة بتوقيت لندن، يعني بين الآن والساعة الرابعة. أولا سيكون هناك موكب جنازي سيسير خلفه الملك تشارلز، مثل ما شهدنا عندما تم نقل جثة الملكة من قاعة ويستمنستر إلى كنيسة ويستمنستر أبي. ومن ثم ستكون يعني سيكون الموكب الجنازي تقريبا ربما قد يتطلب في حدود ما بين 30 إلى 40 دقيقة فقط للوصول إلى حديقة هايد بارك. يعني أن موكب الجنازي سيمر من شارع كما ذكرت The Mall، وسيجتاز قصر باكنغهام، وستكون هذه آخر مرة يعني ربما جثة الملكة تمر يعني بجوار قصر باكنغهام.